العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدور كلها أمين. جميلة الكنيسة وربنا حاطت في الكنيسة دي كنوز من أجل أولاده، وتحتاج الكنيسة مننا كلنا أن احنا نصلي عشان ربنا يحافظ على سلامها وعشان ربنا يبارك في حياة كل الناس اللي بيخدموا ربنا من كل قلبهم. الموضوع ده مش مقتصر على الإكليروس، مش مقتصر المقصود يعني مش مقتصر على الكهنة أو الأباء الأساقفة أو أبونا البطرك أو الشمامسة، لكنه كمان من أجل الخدام ومن أجل كل أب وكل أم موجودين في الكنيسة بيخدموا، ومن أجل كل شاب وكل شابة فرحانين بربنا ونفسهم الكل يتمتع. يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس، يقول لنا كده: أنا عايزكوا تبقوا مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. يبقى إذن لو أنا إنسان عادي خالص في الكنيسة، عادي خالص ماليش دور، لا أنت ليك دور كبير قوي. أنت بصلواتك الخدمة ماشي، أنت بصلواتك ربنا بيبعت الخير من عنده، أنت بصلواتك ربنا بيبعت كلمة على لسان أي واحد بيتكلم بكلام ربنا. أنت ممكن تصلي من أجل الناس البعاد اللي يمكن خدام مش عارفين يوصلوا لهم، أنت ممكن تصلي من أجل البلاد اللي لسه ما تعرفش حاجة عن ربنا، أنت ممكن تصلي من أجل اللي بيخدموا مدارس الأحد عشان ربنا يديهم بركة في وقتهم وبركة في اللي هم بيقولوه، فده يمتع الولاد بربنا. أنت ممكن تصلي من أجل كل أب وكل أم مضغوطين جدا في شغلهم وفي نفس الوقت مطلوب منهم هم يحافظوا على أولادهم ويعرفوهم بربنا. انت ممكن تصلي من اجل كل واحد دي تعب في الكنيسه. فمن خلال الصلوات اللي كل واحد مننا يقدمها، من خلال اعمال المحبه البسيطه اللي ممكن واحد يعملها، من خلال كل تعب انت ممكن تقدمه من اجل اسم ربنا بجد، وانت لا تبتغي ان تاخد اي مجد لنفسك، تاكد تماما ان ربنا حاسس بكل حاجه، بكل وقفه صلاه، بكل عمل محبه، ومقدر جدا جدا ان ابنه بيقدم عمل المحبة ده بمنتهى الحب وبقلب صادق. الكنيسة بتدعونا ان احنا نصلي من اجلها، نصلي من اجل كل بيتعبوا فيها، ونصلي من اجل الناس اللي محدش عارف تعبهم قد ايه. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد أمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أشكر إخواتي وأحبائي اللي طلبوا مني إن أنا أسجل حاجة عن تاريخ كنيستنا بمناسبة اليوبيل الذهبي. طبعا أنا ما ادعيش إن أنا حضرت كل حاجة في الكنيسة منذ نشأتها، لأن نشأة الكنيسة سنة 71 بإيد أبونا بشوي كامل. الفترة دي أنا كنت طفل صغير جدا، وأمور كلها بتتحفر جوه الإنسان وتوري له معايير الخدمة الصح إيه. في سنة 83 و84 85 بدأت أستاذ يونان وأستاذ حلمي وربنا دبر إن قطعة أرض بتاعت أبو تلات، كانت الأرض دي كلها
اتوزعت بطريقه معينه من البطرخانه، كانت ملك البطرخانه وبدات الاراضي دي، فعشان خاطر انقاذا للارض اللي هي ملك البطرخانه فبداوا ان هم ايه هيوزعوها باسماء الاباء الكهنه. فترتيب ربنا على حسب ما انا اتذكر يعني ان قطعه الارض خصصوا قطعه ارض 200 متر لكل واحد، فتصادف بترتيب ربنا ان القطعتين، القطعه اللي تخص ابونا مقر والقطعه اللي تخص ابونا مسائل، الاثنين يجوا بالقرعه جنب بعض، ده حسب ذاكرتي يعني. فبقت عندنا قطعه ارض مساحتها 400 متر. فورا بدون تردد ابونا مقر وابونا مسائل تنازلوا عن الارض دي للكنيسه وقالوا دي احسن حاجه نعمل بيت خلوه يبقى للكنيسه. وفعلا اتبنى البيت، وانا ساعتها كنت في مرحله ثانوي، وعلى قدر يعني كانوا بيكلفوني الخدام الاباء روح اقعد فتره الصيف هناك عشان خاطر مثلا استقبل اي حد اثناء المباني، لازم يبقى فيه زي حد متواجد هناك في الفتره دي. طبعا ليا ذكريات هناك وذكريات صعبه وذكريات برضو ربنا يعني كان بيستخدمني فيها في الفتره دي. كان المبنى اللي هو بتاع الكنيسه ده كان عباره عن هيكل خرساني فقط، لسه ما اتبنيش يعني، بس كنا متواجدين فيه وقاعدين فيه. في الفترة سنة 96 تصولي نوال عرضت على ابونا مقار ان احنا يبقى لنا ارض في الكينج. طبعا في الفترة دي كانت ظروف الكنيسة المادية صعبة، وكنا لسه في مرحلة انشاءات كتيرة وفاتحين شغل جامد جدا، وانا حتة فكرة ان انا يبقى عندنا ارض في الصحراء كده لازم لها متابعة ولازم لها حد مسؤول عنها، وما ينفعش نجيب حتة ارض كده ونرميها في الصحراء وخلاص. ما نجيب حاجة للكنيسة نبقى لازم تاخد الاهتمام المطلوب، وان احنا نحتفظ بيها ونبقى فيه اشراف عليها ونبدا نشتغل فيها ونشوف نشتريها ازاي من الدوله وناخد خطوات قويه في الموضوع يعني، الموضوع ما يبقاش كده. الحقيقه انا عرضت في موضوع الارض وقلت لابونا مقر، قلت له يعني لا النواحي الماديه تسمح ولا احنا كجهد وكوقت واحنا مضغوطين في الموضوع. ما كانش سهل ابدا ان احنا في ظل الامور دي كلها ونخش تاني، وطبعا كل الجهد وكل الوقت متوجه ناحيه الكنيسه. انا بعترف طبعا معارضتي ما كانتش في محلها طبعا، والايام اثبتت ان انا ما كانش عندي حق ان انا اخد الموقف ده، لكن انا دايما خاضع يعني، انا بخضع دايما للكنيسه والراي الكنيسه وراي ابونا، فبقول اه رايي لكن عمري ما تمسكت بيه، عمري ما كنت مصر عليه، لان بشر ان احنا كلنا بنجتهد وبنفكر، لكن في الاخر بتكون مشيئه ربنا. وخدنا الارض سنه 96 وتنت الارض موجوده سنه 96، محدش قادر يقرب ناحيتها لحد سنة 2007، لأن الأحداث في الكنيسة في المباني وفي الحاجات دي والإنشاءات جوه الكنيسة كانت متلاحقة. لكن في موقف حصل معلش برضه أنا هحكيه عشان أبقى إيه بأسرد الخطايا بتاعتي كلها يعني. أول ما خدنا الأرض سنة 96 خلاص ما يعني لازم بقى الواحد هيلاقي وقت لازم ان هو يجري ورا الارض دي ويشوف ورقها ازاي يمشي، لازم يتعمل لها سور، لازم يتعمل لها ورقه في الدوله لازم. فبدات اجري، ضروره موضوع زي ما بيقولوا يعني، الضروره موضوع. فبدات اخد الورق واجري بسرعه واروح املاك الدوله، كل الحاجات دي ما فيش خبره فيها، ما اعرفش يعني ايه املاك دوله، ما اعرفش يعني. بس اهو اللي يسال حد بيشاور له على الطريق، انت المفروض تمشي كده. حاضر. فقعدت يمكن 28 يوم متواصل، وابونا مقر كان شاهد على الكلام ده. اصحى الصبح الساعه 6 الصبح، ابقى الساعه 8 موجود في املاك الدوله هناك، اقعد لحد الساعه 2 الظهر، اروح الساعه 4 لمده 28 يوم متواصل، لحد لما اتعمل للارض سنه 96 وكانت مساحتها حوالي 6000 متر، اتخذت 2500 متر في الاول، بعد كده 1500 متر، بعد كده 2000 متر. فاتعمل الورق ده واتعمل ملف في املاك الدوله في 96 او حاجه زي كده يعني، وكان اللي مسؤول عن الارض ساعتها ابونا مقر بعت لي شخص كويس يعني قدر ان هو يقعد في الارض الفتره دي كلها اسمه عادل شكر الله، وعم عادل بقى قاعد في الفتره دي كلها لوحده الحقيقه يعني في وقت ارض جبل يعني. واول حاجه اتعملت في الارض دي ان الارض يتساوي وبقت ملعب، في جزء مبنى موجود موقع على الخرايط في المساحه في الشهر العقاري ان الجزء ده مبنى عربي، عشان كده المبنى ده اللي هو في مدخل البوابه بتاعت الكينج حاليا دلوقتي، احنا ملناش اختيار ان احنا نختار المكان ده، ده احنا مجبرين ان هذا المبنى ده موقع في الخرايط المساحيه ان ده مبنى، فلما ناخد المبنى ده نجدده، فاحنا مجرد ان احنا جددنا مبنى قائم ما انشاناش مبنى جديد، لان المبنى ده اصلا ده متواجد موجود من زمان من الخمسينات. فالمبنى ده مجرد اتجدد، طبعا اتجدد بتعب ومجهود تصوني النوال، وفي الفتره دي ان ما كانش في فرصه ان الواحد يباشر حاجه زي كده، والمبنى ده اللي دخل عليه الكهرباء والميه، لان لازم يكون في مبنى قائم موجود
فالمبنى ده موجود من الاول، عشان كده احنا مجرد ان احنا جددناه. سنة 2007 كان في بقى توجه من الكنيسة، الدنيا بدأت تهدى شوية في الانشاءات والحاجات دي في الكنيسة، فبدأنا نبص على حتة الارض اللي كانت موجودة في الكينج من سنة 96، فبدأنا نبص هناك وشفنا المكان هناك. وبصراحة باشمهندس عادل شفيق كان متواجد، والارض هناك كانت صخرية، الارض دي كانت موضوع مجهد جدا ومكلف جدا عشان نبدأ الشغل في الكينج. بس قبل ما نبدأ الشغل ده كنا لازم احتياجات الخدمة والرؤية المستقبلية للخدمة، ما ينفعش نعمل حاجة ونرجع نهدها ونعمل حاجة ونرجع نهدها ونكبر، لا، فقلنا ناخد الأرض الأول المسطح بالكامل نكبر المساحة، فوصلت تقريبا لأربع فدادين بالتقريب يعني. وكانت فكرتنا دايما ان احنا بنعمله الأرض تتشرى وهكذا، مجموعة الأراضي كلها من أول يعني ما كانت مثلا فدان ونص يعني 6000 متر وصلت مثلا 17000 متر بالتقريب يعني. وبعد كده حوطت كلها بالكامل في سور، وبدأنا نشتغل جوه السور بمراحل محددة، هنعمل خطة شاملة. اتعمل يمكن انا فاكر ان احنا عملنا مثلا يمكن 16 اجتماع علشان ناخد قرارات سليمة نبدأ نعمل حاجة الشغل صح. وطبعا يعني الجهد اللي بذله ابونا مقار معانا في الاول جهد غير عادي، فاخدنا فتره طويله في الاعداد. ابونا مقر ارشدنا بقى تعملوا كذا وكذا وكذا، وقال لنا هنشتغل ازاي، وفي هدوء كده بدانا نشتغل الامور بالراحه خطوه خطوه مرحله مرحله، بحيث ان احنا لما نعمل الحاجه نعملها صح ونعملها كويس باعلى جوده، حتى لو كانت معدل الانجاز فيها ممكن يبقى بطيء مش مهم، لكن لما نعمل الحاجه ما نرجع لهاش تاني. يعني انا فاكر مثلا لما جيت مبنى ابو تيات لما كان بيتبنى كان معمول بطريقة التصميم بتاعه، وطبعا مساحة 400 متر مش كبيرة، بس اتعمل بطريقة صعبة قوي ان يعنبر ومفوش تهوية ويبقى قصة صعبة جدا، لكن تلفينا المشاكل دي كلها تلفيناها، وبدأنا ان احنا نعمل شغل صح مظبوط يعني بنعمة ربنا، ربنا يرشدنا. والحقيقة ان الشغل في الكينج ده هو عمل ربنا، عمل ربنا بلا شك. ليه بقى؟ لان ربنا هو اللي كان بيدبر كل شيء وبيحل كل المشاكل ويوجه الدنيا صح ويلحقنا قبل ما نعمل حاجة، وهكذا الأمور كانت بتمشي بطريقة كويسة نشكر ربنا. وخلصنا من سنة 2007 لحد يمكن سنة 2011 ولا حاجة، عمالين نستكمل بقية الأراضي ونصورها بصور وهكذا، يعني كان في منظومة عمل بجهد لحد لما بدأنا نشتغل. أفتكر إن حتى سيدنا قداسة البابا تواضروس زارنا في بيت الكينج، كان الزيارة دي كانت يوم السبت 27/8/2016. بس معدل الشغل هناك بقى مشي من سنة 2007 زي ما بقول لك كده، الأمور مشيت. الأول أول حاجة اتعمل فيها حمام السباحة، بعد كده مبنى الإنشاءات، مبنى الخدمة، بعد كده حمام السباحة الأطفال، مبنى تاني برضو خدمي ليهم، واحدة واحدة كده على مدى السنوات كلها، لحد لما افتتحنا المرحلة الأولى من سان بيتر كان 12/7/2016، يعني قبل زيارة البابا يمكن بشهر أو شهر وشوية يعني. أشكركم وأذكر لنا في صلواتكم، وأنا حاولت بقدر الإمكان يعني أقول اللي أنا أعرفه وهو قليل يعني، واذكروا نفس صلواتكم. أشكركم.